كان اللي أقصد فيها تجمع الأمطار. تجمع الأمطار إحنا عندنا التربة صعبة وخاصة تغرق المناطق، الكل شاف، أنتوا عيال الديرة وكل شفتوا يعني في أيام الأمطار. هاي اللي أقصد فيها أنا الأمطار يعني، والمستنقعات بالذات بعد، هي ترى يعني تلوث. شو اللي ينتج منه؟ الحشرات والقوارض والشغلات، حتى المخلفات البناء تصير لها مدة طويلة، هي تسبب كذي. هاي اللي أنا قصدي، فإزالة المخلفات وإزالة يعني ودفن المستنقعات، فما يسبب أي شيء للناس. الناس أنا أهم شيء عندي الناس، يعني الناس يعني إحنا دائرتنا يعني ما شاء الله ريحة الدواجن وشغلات يعني من هالنوع هذه واجد منتشر عندنا. وإحنا دائرتنا دائرة ثالثة، ما عندي مشكلة في التعليقات، يعني أهل البحرين معروفين يعني، يا أحبهم، أنا أحبهم صراحة، ما في مشكلة. اللي علق ضدي واللي علق ضد المقالة واللي علق يعني، واللي في ناس على فكرة يعني اتصلوا فيني شكروني، يقولون هاي اللي في نطاق عملكم، وفعلا في نطاق عمل الخدمات البلدية، والعضو المرشح لازم ينتبه لهذه الشغلة.